زهر رضا عن أبي ذكر خليفته من قام من بعده مني أبشر وعن أبي حفصه القارون بصائبه من قول المسلم أتاني عمر وكان يدعو نبي له المحاسن في دارين وظفر كاد علي معاد حي وامي ما اهل الاباء كما قد جاءنا الخبر كاد خديجتنا كبرى التي بدلت أموالها لرسول بالله ينتصرون والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه عباس سيدنا ونجله الحمر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاتبتان غدا ليل الديا في أوبد السحر مع الرضا منك في خير وعافية وحسن خاتمة إن يقضي العمر مولاي صل Oh,